لماذا ذهبت هذه الدول بهذا التوقيت تحديدا لهذا الاعتراف؟ وهل تعتقد بأنه توقيت خاطئ؟ هو توقيت خاطئ من هؤلاء الدول، ولكن هذا معظم الشركات اليوم العالمية موجودة بإيرلندا، معظم المصالح المشتركة مع النظام الإيراني موجودة بإيرلندا. النرويج هي دولة بدون شك نفطية، وهنالك علاقة جيدة بين النرويج وإيران، والنرويج هي كمان اللي قامت باتفاق أوسلو بال92 93. هنالك ارتباط عميق بين النظام في إيران وهؤلاء الدول. وإسبانيا طبعا، إسبانيا اليسارية مثل كولومبيا اليسارية الشيوعية، هنالك التحالف القوي اليوم، وخاصة من بعد ما رأوا ماذا يحصل بجامعات الولايات المتحدة وجامعات الدول الأوروبية، استغلوا هذه الظرف بدعم وتحالف مع إيران لكسب هذه المناصب. ولكن هذه خطيئة استراتيجية من هؤلاء الدول، لأنها ستكلفهم غاليا في القريب المنتظر. ولكن أنا ربما أرى الأمور مختلفة. أنا أرى العالم العربي والدول العربية سيكون لهم موقف مختلف تماما في الوقت الحاضر، لأنه بدهم التخلص من حماس بأسرع وقت حتى يروحوا على النظام السياسي الذي يجب أن يترتب في بين الدول العربية وإسرائيل للأجيال المستقبلية، وليست وقت أنه يستسخره اليوم الأوروبيين أو بعض الدول الأوروبية مع النظام في إيران.